الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية شخص يريد أن يسحرني في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حلم أن هناك شخص يقوم بعمل سحر لي علامة على وقوع بعض الخلافات معهم. من رأى أن هناك شخص يريد أن يقوم بعمل سحر له إشارة إلى الإزاء والضرر القريب منه، يعني في أذية وناس عاوزين يعملوا له أذى حواليه، خلي باله. رؤية أحد الأشخاص يحاول أن يقوم بعمل سحر لي علامة على التفريق بيني وبين زوجته، وبرضه في ناس عاوزين يفرقوا بينه وبين زوجته، يخلي باله. من رأى أن هناك أحد يقوم بعمل سحر له في المنام علامة على الشرور والسوء المحيط به، زي ما احنا قلنا حواليه ايه؟ حواليه ناس كتير مش كويس عاوزين يأذوه، يخلي باله اللي يشوف كده يعني. رؤية عمل السحر من قبل الأقارب علامة على وجود العديد من الخلافات معهم. إذا رأى الشخص أن هناك عمل سحر من الأقارب علامة على المشاكل بين العائلة. رؤية سحر من قبل الأقارب في المنام إشارة إلى قطع العلاقات والمشاحنات بين أفراد الأسرة. حلم السحر من قبل الأقارب والعائلة علامة على الخصومة الكبيرة التي سوف تقع قريبا بينهم. من رأى مكان السحر في المنام علامة على التوبة من الذنوب والمعاصي. حلم مكان السحر في المنام إشارة إلى اقترابه من الله سبحانه وتعالى. رؤية مكان السحر في المنام هو إشارة إلى تفريج الكرب والهم. رؤية أماكن السحر في المنام هو إشارة إلى تغيير السلوكيات إلى الأفضل. حلم مكان السحر في المنام علامة على الصعاب والمتاعب في الحياة. رؤية الخادمة تقوم بسحر في المنام هي من الرؤية الخير والتي تنبئ بحدوث أشياء جيدة. من رأى أن الخادمة تقوم بعمل سحر علامة على التوبة والتخلص من المعاصي والذنوب. رؤية عمل سحر من قبل الخادمة إشارة إلى فك الكرب والهم. حلم الرجل أن هناك خادمة تقوم بعمل سحر له إشارة إلى شفائه من كل الأمراض. رؤية الفتاة أن هناك العديد من الخادمات يقومون بعمل السحر لها علامة على تخلصها من الأعداء والحاقدين من حولها. حلم الشخص الخادمة تقوم بعمل سحر لها علامة على المخاطرة التي يواجهها في تلك الفترة، يعني في مخاطر بتواجهها في تلك الفترة تخلي بالها. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.